لك عمليات منهم عمليه بتاعه الدوالي، وعندي عمليه في الدوالي تحت هنا عايزه تتعمل، لان ممكن تكون عملت سرطان، لان بقى لها 15 سنه مش قادر اعملها. ممكن تكون عملت سرطان لان بحس ان فيها بدا حاجات كده تقلصات تظهر، وعندي من جوه حصاوي مش قادر اروح اعملها. والله العظيم هو القلب فيه مشاكل، ما عارف اروح اعمل له تحاليل ولا اعمل له رسم قلب. مصر العربيه ما حد سال فيا. علاقتك ربنا، علاقتك بقى بالاسماعيلي، ليه حبيت الاسماعيلي؟ النادي الاسماعيلي ده انا بعشقه، لانه ده يعتبر البيت الكبير للاسماعيليه كلها، واحنا عشاق الاسماعيلي. انا عجوز مشجع الدراويش بقالي النهارده بتاع 10 سنين قدام الاستاد هنا، ما فيش مره واحد فكر يعمل لي حته كشك قدام الاستاد. ولا اللعيبه ولا اللعيبه يعني في بعض الناس بيعدوا عليا بيرادوني اللي اديني 20 اديني 50 حسب تسعير ربنا. وانا بصراحه يعمل لك حاجه، لا ما حدش فكر يعمل لي اي مشروع. وبصراحه انا عايز مشروع، لان انا بصراحه تعبت.